انا بفكر بشكل عملي لاني بحب اخد قراراتي بعقلي عملي، وانا شريك حياتي عملي برضو، انا والمدام احنا الاثنين بنفكر بشكل عملي. يعني احيانا بشكل عملي واحيانا بشكل عاطفي، بس في القرارات بيبقى اكيد عملي. يعني وانا بفكر بالاثنين، يعني في وقت ببقى عاطفي وفي وقت ببقى عملي. انا بالنسبه لي بفكر يعني عملي، انا بشوف مثلا حياتي ماشيه ازاي وابتدي ارتب اولوياتي عليها ايه. ده من ناحيه عاطفي يعني. شريك حياتي يكون بيحب الشغل اكتر، بيحب ان هو يعني يجتهد اكتر. بالنسبه لشريك حياتي يعني عاطفيه برضك، وبتفكر برضك بطريقه عمليه شويه. طبيعه اي واحده فبتفكر بشكل عاطفي، فعكس الراجل يعني. شريك حياتي عايزاه شبهي، اللي هو بقى في وقت تبقى فيه عاطفه وفي وقت تبقى فيه جد وفي حاجه، يعني زي ما بيقولوا ايه، كل وقت وليه وقت. لا هو مش بيعمل اي مشاكل ولا حاجه، بس بيكون لازم نكون متناسقين مع بعض في التفكير. لما احنا الاثنين نبقى بنفكر بشكل عملي ده هيسهل الحياه بينا. يعني هو المفروض يعني الراجل بيستوعب ويحتوي شريكه حياته. المفترض يكون في توافق بين الاثنين في العقل، لان لو ما فيش عقل ما بين الاثنين او في توافق بين الاثنين، عمر الحياه ما هتكمل معاهم خالص. انت لو هو بيفكر بشكل عملي مثلا، نظرا ان هو اللي بيقود الحياه بينه وبين بعض وبيدبر ظروف الحياه بينه وبين بعض، في المقابل المدام هي بتفكر بشكل عاطفي، المفروض هو يستوعب ده. ما باخدش الامور بعصبيه، ما باخدش الامور بالطريقه دي، اخد رايها، هي تقول لي رايي كذا كذا كذا، وبعد كده افكر بقى في القرار، افكر في رايها اذا كان رايها صح ولا اذا كان رايها غلط.